إني إذا ذكرت منازل سادتي كادت دموع العين أن تجري دما، أو شاهدت عيناي موطن قربهم، ألفيتني أحرمت في من أحرم. قسما برب البيت ما ذكر النقاء والمنحنى إلا وكنت متيما. يا ليلة بات الحبيب يدير من كاس الوصال مدامة ما أنعم شوقي إلى دار الحبيب محمد. شوق تمكن في الحشا وتكتما.